صباح الورد عليكم، اخباركم ايه؟ النهارده جايه اعمل معاكم تحليه سريعه جدا ومش هتاخد مننا وقت نهائي. معايا هنا بقى صوص الشوكولاته البيضة اللي كنا عاملينه مع بعض، بس وقع فيه شوكولاته مكان المعلقه، شوكولاته غامقه، ومعايا نوتيلا، ومعايا هنا فاكرين كيك البرتقال وكيك الشوكولاته اللي كنا عاملينه مع بعض، جف مني في التلاجة فشلته في كيس في الفريزر، طلعته وطحنته في الكبة بقى بالمنظر ده. كان عندي برضو كمان باقي البسكوت اللي كنا عاملينه طحنينه علشان التشيز كيك، كان فاضل منه شوية برضو كنت حطاهم في التلاجة. كله انطحن مع بعضه. بقى معانا الخليط ده ريحته حلوة جدا، ممكن تحطي عليه فانيليا، ممكن تحطي جوز هند زي ما انت عايزة، ممكن مكسرات. هننزل بصوص الشوكولاتة البيضة. اطلع برا يا سبايك، اطلع برا، جود بوي. واضح ان لازم جوانتي دقيقة واحدة اجيب جوانتي واجي. محبش موضوع الجوانتيات ده، بس في حاجات لازم الواحد يستعمل فيها جوانتي. دلوقتي بقى ناخد شوية نوتيلا حوالي معلقتين. انا عامله حسابي ان لو فكت مني قوي عندي برضو كنافة في التلاجة متحمصة، عندي سميد محمص، كل الحاجات دي ممكن تنفع مع بعض للكيك بوكس بوبس بتاعنا. المهم كله يمتزج كويس مع بعض. ونقدر نخليهم كور حجمها معقول شوية. انا هقلع جوانتي بس بعد ما اخلص هرسل ان انا مش مرتاحة انا لابساه. تاخد كمان معلقة. النوتيلا دي حلوة جدا على فكرة، هي اصلا سوري، طبعا الكمية اكبر والسعر اوفر، لو حابين تجيبوها احسن يعني من النوتيلا التانية الغالية. كده المزيج بقى معقول معايا كويس، بس هسيبه شوية في التلاجة لحد ما يبقى ماسك نفسه، واغسل شوية الاطباق اللي في الحوض دي وارجع نكمل الكيك بوبس بتاعنا. دلوقتي انا بعد ما سبت الكيك بوبس حوالي 10 دقايق في التلاجة، هاتوا كده اعمل كور بالحجم اللي انتوا عاوزينه بقى، دي حجمها كبير شوية يعني قد البيضة تقريبا.
كبري وصغري في الحجم زي ما انت عاوزه حسب احتياجك وحسب الكميه اللي معاكي. عارفين الصينيه اللي انا عاملاها لشم النسيم؟ ممكن نحط ده عليها، هيبقى شكله حلو قوي. لو عندك بقى حاجات تغلفي بيها اللي هي بتتحط على الشوكولاتات والكلام ده، ممكن تغلفي كل كيك بوبس لوحدها. هخلص الكمية اللي معايا وارجع لكم. دي كمية الكيك بوبس اللي طلعت معايا. انا كسرت الصيام اللي هي الكيك بتاعت الشوكو وغرستها كده، يعني خليت كل عصاية نصين وغرستها وحشيلهم في الثلاجة لحد ما يمسكوا على العصيان كويس قوي على ما اسيح الشوكولاتة الخام اللي معايا. انا قطعت الشوكولاتة على قد ما قدرت، هنزلها في الطبق. هطلع بالكاسرولة على البوتاجاز عشان اسخن المية اللي فيها. المعلقة اللي بقلب بيها تكون ناشفة تماما، معلهاش ولا نقطة مية علشان الشوكولاتة ما تخرجش منك. دلوقتي احنا سيحنا الشوكولاتة على حمام بخار وخليت الكاسرولة تحتها بس علشان يفضل سايب شوية عشان الشوكولاتة خام فممكن تمسك بسرعة. كمية الشوكولاتة اللي عندي مش كبيرة، لو انتي مش واثقة في الشوكولاتة اللي عندك بعد ما تسيحيها حط لها نقطتين زيت علشان ما تعملش. ساعات الشوكولاتة بتبقى عاملة طبقة بيضة كده من برة كأنها مجيرة، ممكن تحط لها نقطتين زيت، لكن شوكولاتي انا مجربها قبل كده ما فيهاش اي مشكلة. كده اتأكدنا ان الشوكولاتة دابت تماما. معايا جوز هند كمان علشان ممكن الشوكولاتة ما تكفيش كمية الكيك بوبس اللي معايا. معايا صينية تانية فردت عليها ورقة زبدة زي ما انتوا شايفين، ويلا نبدأ نشوف هنعمل ايه. هناخد واحدة من الكيك بوبس هي الستيك مش ماسكة قوي، بس لما تجمد على الشوكولاتة هتبقى ماسكة عن كده. وممكن تلفيها في ورق من غير ما تمسك ولا حاجة، يعني من غير عصاية. طلعنا الأول واحدة معانا، الورق بيلف على بعضه. بس ناخد التانية. نصفي الشوكولاتة من تحت الشوكة كده ونحطها على الورق. هكمل باقي الكمية اللي معايا. انا خلصت الكمية اللي معايا، اتبقى معايا شوية شوكولاتة ممكن نخليهم زي ما هما في الطبق ونستعملهم بعد كده مرة تانية نحطهم على الحمام بخار. دي الكمية بتاعتنا، هسيبها تبرد. طبعا هي اصلا مسكت من غير حاجه. انا الشوكولاته كانت لسه في شوكولاته بس حبيت اوريكم واحده لو اتعملت بجوز الهند برضو بتمشي ويبقى شكلها حلو جدا. هسيب الكلام ده يتجمد او يتماسك اكتر من كده شويه وارجع لكم ونشوفه مع بعض. وده
هو شكل كيك بوبس بتاعنا بعد ما خلص ونشف زي ما انتوا شايفين اهو، متماسك وشكله يجنن وقامه حلو جدا. ده ممكن نقدمه بالطريقة دي. وادي الصينية اللي عملناها مع بعض، شوفوا عملته ازاي. شكل الصينية بقى خطير. قدميه عادي، اي طفل بياخد منه زي ما هو عاوز. ممكن تعملي اشكال كتير قوي للصينية دي، وممكن تحطي عليه حاجات كتير، ممكن تحطي شوكولاتة فارماسيل، ممكن اي حاجة، بس قبل ما الشوكولاتة الخام اللي بره تدمج. طعمه حلو جدا جدا على فكرة. ويلكم يعني اعتقد قطع او اتنين حلوين قوي قوي قوي. يلا جربوا طريقتي واعملوا صينيتي، وبألف هنا وشفا على قلوبكم يا رب.